القهوة المشروب السحري أو معشوقة الجزائريين، الكل يجمع على أهميتها في يومياتهم، لكن غالبيتهم يجهلون كيفية تصنيعها وماذا يتم إضافته إليها من مواد على غرار السكر، الكراميل والنشا أثناء تحميصها. بالمعلومة هادية سي جوج سي سي فيها الكافيين ها اي بيرسونيلمون شخصيا جو كونسوم دو كافي برودوي على ليشيل ناسيونال. مدرحه على بالك راهم يدرحوا في القهوه، مي هذا اللي راني نجيب معاني نخدم عندي بزاف اللي نخدم معاه قهوه هايله. حاجه دي بيها البنا كيما والدينا ربونا بكري تاع البنا كي زمان كنا بيه حومه تبقى هو في دار جار شموها كاع. جمعية حماية المستهلك ومن هذا المنطلق أجرت دراسة وتحاليل على نسبة السكر المضاف عند تحميص القهوة، وهل هي متوافقة مع القانون الذي حددها ب3%؟ مصمم تنفيذي يسمح بزيادة 3% من السكر أثناء عملية الرحي وعملية التحميص. هذه النسبة استغلها الكثير من متعاملي القهوة حتى يزيدوا في هذه النسب، كما أن إضافة نسب أكثر مما هي موجودة في المرسوم التنفيذي والتي وصلت حتى 10 ولا 14، يعني تعدد العدد المحدد ب3، هو في حد ذاته خطر على صحة المواطن. إن كانت عدة علامات للقهوة تعتمد المعايير الدولية وتحترم التشريع المنظم، فإن بعضها يعمد للتدليس والغش في ظل ضعف منظومة الرقابة وحماية المستهلك.